احنا معانا كمان على التليفون السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجيه الاسبق. سيد سفير مساء الخير، وشايف ازاي الجهود الدبلوماسيه اللي بتقوم بها مصر من اجل التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشان سد النهضه؟ شكرا استاذه ريهام. بكل تاكيد يعني مصر قدمت خلال 10 سنوات كل ما تستطيع أن تقدمه على طاولة المفاوضات، وقدمت من التنازلات ما كان قد يسمح بتوقيع الاتفاق القانوني الملزم، ولكننا أمام طرف دخل المفاوضات منذ البداية بدون حسن نية ولا يرغب في التواصل للاتفاق، وفي نفس الوقت ليس لدى المفاوض الإثيوبي، وقد فاوضت معه في عنتيبي، ليس لدى المفاوض الإثيوبي سقف يمكنك التوصل إليه. يعني مصر لديها حصتها المائية 55.5 مليار، والسودان 18.5 مليار، إثيوبيا ليس لديها سقف لتتفاوض عليه، فهي تتحدث اليوم عن قواعد الملء والتشغيل، ونبحث الأمر في جولات متعاقبة منها 200 يوم مع الرئاسة الجنوب إفريقية بلا طائل. هو لا يرغب حقيقة في التوصل لاتفاق قانوني ملزم يحول بينه وبين مشروعات أخرى، ما أن ينتهي سد النهضة حتى يبدأ في سد آخر وهكذا، وبالتالي التزامه باتفاق قانوني ملزم يراه ضار، وهو لا يعلم أن التعاون المشترك فيما بيننا واستقطاب الفواقد سيتيح موارد للنهر تمكننا من تدارس أي مشروع مستقبلي. ولكن ربطه الموضوع اليوم بالمشروعات المستقبلية وبالحصص هي كلها أمور من قبيل إقحام قضايا جديدة على القضية الأم، وهي قضية ملء وتشغيل سد النهضة التي نظمها الاتفاق الإطاري مارس 2015 في الخرطوم. وبالتالي نحن أمام مشهد إثيوبيا لا يتسم موقفها بالشفافية والجدية المطلوبة، دولة لم تحدد سقف التفاوض، موقفها غامض من التفاوض، وبالتالي يصعب على أي مفاوض التوصل إلى حل إذا كانت هناك نوايا دفينة لدى إثيوبيا أو كان هناك من يحرضها. فالمشهد تعقد بالشكل الذي أصبح ضارا بالأمن والاستقرار الإقليمي، ولم يكن أمام مصر بد من أن تؤكد لهم سواء في تصريحات السيد الرئيس الأولى أو التصريحات الأخيرة، هي أن هناك خيارات أمام مصر ولكن التعاون أفضل. فإذا ما رغبت أثيوبيا بالفعل في التعاون فستجد يد مصر ممدودة، ولا يجب أن تكون عملية الملء الثاني أستاذ ريهام سيفا مسلطا على المفاوضين. يمكن تأجيل هذا الملء ويمكن بحث آلياته ضمن اتفاق قانوني ملزم، وأعتقد أن ده الموقف المصري وسيظل موقف متسق مع الأعراف الدولية والقانون الدولي، يحفظ حق إثيوبيا في التنمية وحق مصر في الحياة. إيه اللي بيعكسه حرص مصر على التفاوض رغم كل هذا التعنت من الجانب الإثيوبي؟ لأن مصر دولة قانون، دولة تعتمد على قواعد القانون الدولي لإدارة علاقاتها مع الشركاء. مصر دولة تتحمل مسؤولياتها الإقليمية وتعلم تماما الأضرار التي يمكن أن تقع على هذا الإقليم إذا ما تشبثت إثيوبيا بموقفها، وسيكون الثمن غاليا على الجميع. حتى أن شرق إفريقيا بالتصاقه بالبحر الأحمر والممرات الملاحية وباب المندب هو خطر على الملاحة والتجارة العالمية. هنا أيضا يعني المشهد سيكون مشهدا إقليميا تتوتر فيه العلاقات. في مقابل ما تقدمه مصر التعاون أفضل كما يقول السيد الرئيس من تعاون إقليمي وربط بين السدود في البلدان الثلاث وربط كهربائي وبري وسككي، ويمكن لمنظومة هذا التعاون أن تقود المنطقة لحلم التكامل وحلم الثروة التي يمكن أن تعم على المنطقة. أما بهذا الشكل يعني إثيوبيا تدفع المنطقة للتوتر الإقليمي، نسعى جميعا لتجنبه، ولكن إذا ما تهدد الأمن القومي لدولة فمن حقها البحث عن الوسائل الكفيلة بحماية الأمن القومي، وأنا أعتقد أن مصر ستبذل كل طاقاتها للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي في ضوء مسؤولياتها سواء تجاه الإقليم أو تجاه الأمن والسلم. غير ذلك على المجتمع الدولي أن يمارس ضغوطه على الموقف الإثيوبي حتى يتم التوصل إلى حل واتفاق قانوني ملزم. أما المد بالبيانات وكل هذه الحيل لا تكفي، لابد أن يتم وضع هذه البيانات ضمن اتفاق قانوني ملزم، وإلا كانت الفرصة متاحة أي وقت ترى في إثيوبيا أن تتراجع
عن هذه البيانات، أي بيانات فنية في قضايا المياه لابد أن تضمن في اتفاق قانوني ملزم للأطراف. ممتاز، بشكرك شكرا جزيلا سيد سفير محمد حجازي، شكرا لك.